نمشي وشاي. سلام. بالزربة هذيك شي ما كاينش تسمى ما كاينش. كاينش. كاينش على الطريق. خير 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 العالم ديال اليسار خير الشيء الثمن ديالها 6000 ولكن اليوم غاديش نقول 6000 انا غادي نقول 4500 درهم شي انا خلعتني سمعت 6000 انا تخلعت فهمت انا نقص لك 1500 درهم اللي ناقصه من 6000 درهم 4500 درهم سولتيني اخا على العلاني العبار ديما كنقول لك العبار ديال 3 متر ونص على متر ونص العريض هي القفطان ديالها 2 بيس تبارك الله الشيخ زال ديال السي بشير ما كاينش عندي بوحدي كنقول التحدي رئيسات المعروضات شي حاجه اللي هي راقيه شي حاجه زوينه التحدي العالمي انا كنطير فيه ديك شي حاجه اخرى العالمي هي صوره هاي الشيا صوره 6000 درهم 4500 درهم داك الشيء نقي وزاد ديال مخزن ديال المناسبات نيت السي بشير شي حاجه اللي هي كيف ما بغيتي بغيت دير عرس زوين خيرها انت طريزه ديك الشيء خفيف بالحجار مهرس أرضية تيل شبكة لون يا سلام لوني نسيت اللون ثمن تاعو كذلك يا سلام 4500 درهم من 6000 درهم 4500 درهم ناقصة 1500 درهم داك الشيء ما كاينش يعني ما كاينش فشي بلاصة أخرى ما تلقايش فشي قيصرية عطا الله القيصرية بغيتي نعتم لك نوريهم لك عطا العالمين أحسن لك وحدة وحدة كيف كنقولوا سيري وشوفي عاد جي عندنا مرحبا لا بالنسبه للثمن ولا بالنسبه لشنو كنوريك كنوريك تيل لاسو ماشي برندق واقف في خشين كيتق تيلها بسويه معوجه بالعكس هذه فيها لاطوندي نازله تاعك حريريه والخدمه نقيه وزوينه وتقول ما كاينش حاجه نقول ثقيله ولا شي حاجه ديزاين كرياسيون زوينه جديده ما رايجاش مع مره يعني داز بحال هذه كيف كتشوف معايا مخدومه بالصلب والحرير حجر مكركب داكشي نقي وزوين القفطان ديالو تاهو كذلك حرير لاسو ومن هادشي كامل احسن حاجه فيها هو الثمن هو الثمن ولا بسبب وحده كما كتقول انت سي بشير بعدين هذا اللبس يا عروسه يا معروضه يعني شي مناسبه زوينه يعني غتلبس شي حاجه اللي هي نقيه دابا اللي بغيت نقول لكم تسمى كذلك خلونا الاراء ديالكم كيف ما كانوا كيف قال العالم يا لايك يا ديزلايك يا زوين وخير كيهمنا المهم سمعوا شنو غتقولي لينا ربما شنو حنا نعرفوا راسنا واش غادي في اتجاه صحيح ولا شادين شي عالم اخر ايوا بالنسبه للكاليتي راه كنقول لك اخر ما كاين واحسن ما كاين بحكم التجربه والدوره في جامع القيصريات ومعلومات من جامع الاسواق وعالمنا هذا ضروري من الفن والابداع والثمن ضروري الا ما كانوش هاد الصفات هادو ما يمكنش نكونوا تجار كيف كنقولوا كنبدعوا فيه وكنقلبوا على احسن ما كاين فيه وبثمن يعني شري بياسه نقيه وزوينه وما داعاش وما مجلطاش وبوحديتو كنت ثمن مناسب هانس كيفي اخر واحد بصحتكم وراحتكم ان شاء الله نعمل لكم شي فيديوهات ثاني حتى اخر نتلاقوا ان شاء الله مره اخرى الراي والراي الاخر محتاج ليه بزاف اخر العالم بصحتكم وراحتكم